طبعا الرئيس عامل شبكة طرق على مستوى عالي جدا، ولكن احنا عندنا نظرة من السادة المحافظين وخاصة السيد محافظ كفر الشيخ طبعا اللي هو جمال نور الدين، حد محترم جدا وحد بيشتغل، ولكن احنا نتمنى ان السادة رؤساء القرى ورؤساء المدن يتعاونوا معاه على اساس ان احنا بنقولوا مصر جديدة ومصر الحضارة ومصر بلد جديدة. يعني احنا بنتكلم النهارده عن مصر الجديدة، ما ينفعش ان انا اجي اخش قرية والاقي ان الصرف الصحي فيها لما يجي الاسفلت بتاعه يتكسر ما ينعادش الشيء لاصله زي ابو منظور. ده اللي حاصل في فعلا. مدينة دسوق يمكن كان في عندي وصايا امبارح من قرية ابو منظور مدينة دسوق، بيقولوا ان الطرق عندنا شبكه الصرف الصحي لما اتعملت بوظت الاسفلت ما رجعش الشيء لاصله تاني عامه يعني. فاحنا ان شاء الله بامر الله هيكون فينا لقاءات عديده ان شاء الله، وفي مداخلات تليفونيه بالنسبه لنا مع الساده صناع القرار في الحلقات اللي جايه ان شاء الله بامر الله.